استشعرت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ما يمر به القطاع الخاص من تحديات في دفع أجور الموظفين نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وباء كورونا. الصعوبات اللي يواجهها القطاع الخاص الحقيقة يعني تتمثل في عدم قدرة بعض منشآت القطاع الخاص على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية، فبدلا من فصل الموظفين من العمل بسبب عدم القدرة على دفع الأجور، أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يتم دعمهم من خلال برنامج ساند.